لما إبليس يوسوس لواحد مصري. بقولك ايه، ما تروح تركب عربيتك وتشغل اغاني. بس انا ما عنديش عربية. طب خلاص، افتح التلفزيون على الرقص الشرقي يا معلم. فاتورة الكهرباء بتيجي مولعة، عشان كده بطلت اتفرج على التلفزيون. طب خلاص، روح البار اشرب لك كاسين، روق على نفسك. بار ايه وكاسين مين يا هبل؟ هو انا معايا اشرب بيبسي؟ ها؟ بتتكلم بجد؟ اه والله، هكدب ليه يعني؟ خلاص تاهت والقناها، بيع شقتك وروق لك يومين. يا عم انا اصلا ما عنديش شقة، انا ساكن ايجار جديد. طب اسرق. يعني انا اسرق من مين؟ ما الناس كلها مفلسة. خلاص، شوف لك واحد كده يكون راكب عربية، اقتله واسرق العربية وبيعها. لا يا راجل، عايز ادخل السجن واتعدم وبعدين ادخل النار، انت بتهزر معايا. طب بقولك ايه يا عم، انت حافظ المعوذتين؟ اه ليه؟ اقراهم، خلينا غور في داهية من هنا. ها؟